بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلاب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات الفرقة الأولى دي المحاضرة الأولى في مادة الرياضة والحاسب الآلي. الفصل الأولاني طبعا في المنهج كان مقدمة عن استخدام برنامج الإكسل. دلوقتي هنشوف الفصل الثاني اللي هو بيشرح الأدوات المنطقية والمالية في برنامج الإكسل. زي ما أنت شايف في أولويات في عمليات حسابية. الأولوية الأولى هي الأقواس وبتتم تنفيذها من الداخل للخارج. الأولوية الثانية عمليات الضرب والقسمة وبتبدأ من اليسار إلى اليمين. الأولوية الثالثة عملية الجمع والطرح برضه بتبدأ من اليسار إلى اليمين. شروط استخدام المعادلات زي ما أنا شايف قدامك كده، معادلة الضرب والقسمة مفيش مسافات، ما تستخدمش على أي مصطلح باللغة العربية إلا بالعمل تنسيس الكوتيشن مارك. عدد الأقواس المطروحة من ناحية اليسار سواء الأقواس المفتوحة أو المغلقة من ناحية. دلوقتي هنشوف إزاي نستخدم المعادلات بتاعة المعادلات المنطقية اللي هي بتشتمل على الدالة اف والدالة اور والدالة هاند والدالة نوت. دي الدوالة المنطقية، الدالة اند اللي هي الدالة الخطأ فولس، الدالة اذا الشرطية